شهر رمضان في إيران في زمن كورونا. للوهلة الأولى يبدو كل شيء عاديا وكأنه لا جائحة تضرب البلاد، فالمواطنون يزاولون أعمالهم بشكل طبيعي، وازدحام صباحي نسبي في الأسواق وبخاصة على المواد الغذائية. لكن عندما تسأل المواطنين هنا يقولون إنه رمضان مختلف في العادات والآمال. لا يمكنني زيارة الأماكن الدينية، ولن أتمكن ككل عام من دعوة الأقارب والأصدقاء لتناول الإفطار حول مائدة واحدة. آمل التخلص من شر هذا الوباء الذي ضرب العالم وبلدنا، وأدعو المواطنين إلى مراعاة الإرشادات الصحية كي لا نشكل خطراً على بعضنا البعض. التباعد الاجتماعي الذي تقلص مع استئناف الأعمال الاقتصادية الأسبوع الماضي لا يزال مطبقاً على المطاعم التي يحدد عملها بالطلبات الخارجية فحسب، وعلى المساجد والمزارات الدينية التي لا تزال مغلقة أمام صلاة الجماعة والاعتكاف والزيارات. الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا عبر عن أمله بإعادة فتح الأماكن الدينية مع استمرار انخفاض مؤشرات كورونا، لكنه في الوقت نفسه حذر من إعادة فرض القيود السابقة إن جربت البلاد موجة جديدة من العدوى، وهذا بلاء تقول وزارة الصحة إنه قد يأتي خلال أيام. نشهد في بعض الأقاليم زيادة في تفشي عدوى الفيروس وارتفاعا في الإصابات، وخاصة في طهران وقم، وهذا ناجم عن زيادة التنقل داخل المدن وبينها، ويجب أن نكون حذرين من موجة ثانية وأخرى ثالثة للمرض خلال الأيام المقبلة. في رمضان هذا العام يجد ذوي الدخل المحدود أنفسهم أمام وباء كورونا ومن خلفهم مشكلات اقتصادية. تلغى موائد الرحمن المخصصة للأيتام والفقراء، فيعوض الحرس الثوري عن بعض ذلك بتوزيع سلل غذائية كجزء من مهمته في تقليص متاعب كورونا على الصائمين. تقول الحكومة إنها ضاعفت الرقابة على الأسواق في رمضان للتحكم بأسعار السلع وتطبيق الإرشادات الصحية، فيقول المستهلك إن ضعف الرقابة قد ألهب بعض الأسعار، فيما قد يلهب الإصابات بفيروس كورونا برأي آخرين. عمر هواش، RT، طهران.